الله الجمال، يا سلام. تتوقعون اني داخل حديقة؟ هذا مسجد، هنا تقريبا المصلي يصلوا فيه الشتاء وفي الصيف من الداخل، يعني هذه حديقة جزء من المسجد، وفروا فيها جميع الاشجار المثمرة ما بين حمضيات وتين وعنب، وجميعها زي ما ذكرت وقف للي يصلي فيها المسجد اسبوعيا اثنين وخميس في تفطير صايم. يعني والله مهتمين باهتمام جبار. شوف هناك ناس يقطفون، هنا ناس يشربون من الموية، يا أخي شيء جميل والله جميل. خلني أصوره لكم من الداخل. ما شاء الله تبارك الله، هذا المسجد من الداخل والحديقة من برا. وأبو هيثم له جهود طيبة لثمان سنوات وهو يغرس في هالأشجار وهالورود، والله تشكر صراحة ويدعى لك. بارك الله فيك، الله يسعدك يا رب. يقول يا أخوي، يقول أنا من سوريا وحب يا اخي الدنيا خضراء. والله يكتب اجرك يا ابو هيثم، الله يبارك فيك. ما شاء الله والله احنا نشوف من بلادنا، يعني من وقت وعينا من نعمه ظفرنا، يعني صحينا على الخضار والمزارع، واهلينا يعني عندهم مزارع ونشتغل معاهم وظلت بدمنا هاي. يعني شوف انا الحين يعني ساكن جنب المسجد، وهلا صار شهر ناقل وبعدت وين على اخر الرياض، يمكن على طريق المقبره، واجي من هنيك لهنا الحمد لله رب العالمين. قلبي معلق بالمساجد، ما بدي اترك المسجد والزرع، ويعني امشي هيك. كل الناس يقولوا انت بعدت يا ما عاد تجي، لا بيجي ان شاء الله، في اراده وفي الحين جيت، وهلا بروح برد العصر بجي للمغرب للعشاء لروح، يعني لانه بيجلس هنا. ما شاء الله عليك، الله يكتب اجرك ويجزاك خير، وادعو لهالرجال الطيب. والله صار هالمسجد ما شاء الله معلم في الرياض، والله معلم. الحمد لله الحمد لله ما شاء الله، الله يكتب اجرك. وهذين يعني كل وقتنا لهالمسجد، لانه شيء يعني مثل ما تفضلت كلمه حلوه من الناس ترفع المعنويات. لا وما شاء الله عليك، انتقيت الاشجار المثمره انت وفرتها. عندي انا او يعني شجره المثمره ورا بعضها تجي، يخلص نوع يجي نوع. الحين اخر شيء عندي البنبره، هاي البنبره اكتب عليها وشوف. ايه جميل، لها فوائد طيبه. والتوت والتين والعبري. الرف هذا وفروا فيه مساويك بس لعلها انتهت مبكر، حطوا عطورات. يا سلام يا سلام. اقدم الاشجار في هالحديقه وين؟ تين. كم عمرها الحين؟ هذا عمره يجي 10 سنوات. ما شاء الله. ابو هيثم بالله، المويه اللي هنا توها معبيه؟ هاي بيها صحه قوارير. ما شاء الله. تعبونا بشكل يومي في هالزير؟ والله نشيك عليها ناقص نعبي. طيب وش الهدف تحطونها في زير؟ المي بالزير تتفلتر، يقولوا المي حي تصير، يعني هاي بالزير غير المي اللي تاخذها من العبوات. يا سلام عليك، الله عليك ما شاء الله. وبعدين برودة طبيعية، لا في ثلاجة ولا في كاسة ومي بارد. ما شاء الله ما شاء الله. احنا هاي المظلة امبارح صلحناها تو امس. نعم ما شاء الله. ولسه بدنا نعمل مقاعد كراسي عشان يجلس يشرب يشرب. في عندي قواعد للكاسات للكاسات، كمان جبناها قواعد للكاسات ابو مره. يا اخي انت نادر، انت والله نادر. اللي صفر اللي صفر. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. ها اللي تشوفون انتم فضل الله ثم ابو عبري، يعني ايه. هذه النيم يا ابو هيثم؟ هذا النيم. لا فايده يا ابو هيثم من النيم؟ النيم نيم، هذا نيم وهذا نيم. هذا اهل بنغلاديش ياكلوه. هذا يا اخي هذه مزرعه ما شاء الله. هذا توت فيها من الخيرات، انا زرع جديد. وهذا فرع ثاني. ابو هيثم، في ناس ادري انهم بيجون وبيقولون يعني حديقه وسط مسجد ومن هالكلام، وش رايك انت وش تقول لك يا اخي؟ هني هلا طالعوا هون انه الرياض الخضراء الخضراء، يعني لازم واحد وين مكان يزرع. الله عليك. بعدين اذا النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام القيامه وفي يدي احدكم فسيله فليغرسها، يعني يتامل بالخير. الشجر ازرع ولا تقطع. الله. تقول اي شيء يستظل حدر هالشجره لك اجره. يقول نعم. شوف نعم وهو صادق وهذا تيم. ما شاء الله عليك ابو هيثم، يا اخي مزرعتك هذه واسعه. ما شاء الله عليك. اللهم لك الحمد. كمان برشوم. في برشوم بعد يا ابو هيثم؟ سيكبر ان شاء الله. ما شاء الله. والله سوى يا ابو هيثم. اي اذا طيب كله ناصفني طيب. والله نصيبك. لا لا والله انا باكل. طيب انا بحسر على طول كل انت. هذا ثمر الدار طول الاعمار. ثمر الدار ايش؟ ثمر الدار يطول الاعمار، ما بالك بالمسجد. الله ثمر بيت الله يا اخي. شيء يا جماعه والله لا يفوتكم الصلاه في هذا المسجد. هذا اكل مسجد الفريدي. اكل منه ناس ياما. بس انا خلص
الورد هذا ورد الجوري، جايبه من سوريا ابو هيثم. ورد الجوري هذا هلا الحين يطلع ورد. يا اخي انت جميل والله. وهذا زيتون. ما شاء الله زيتون بعد؟ نعم ما شاء الله. كز ابو هيثم اول ما تطلع مع باب المسجد يقابلك الورود بعدها الاشجار المثمره، يقول عشان الروائح الزكيه والنديه تدخل المسجد. يا الله عليك. هذه البنبره هاي ابو البنبره الى فوائد فيها، انت بس خلص اكتب على فوائد البنبره. ما شاء الله. هاي تعطي بعد 3 سنين بعد الزراعه، هي مره ثانيه تعطي السنه. يعني ثالث سنه تثمر. اي هلا مرتين صارت مثمره بعد ما زرعنا. شو شلون؟ طلعنا بهالخيرات من هذا. هذه ماده نفذه تجي. اي فيها نفع. ما شاء الله. هذا الرمان. هذا شجر رمان. ما شاء الله مثمر بعد يا ابو هيثم. نعم ما شاء الله. وهذا ياسمين الشامي ابيض، هذا ورد ياسمين الشامي هذا. ما شاء الله عليك سوري هذا. الله الله الله. لبلاب. لبلاب هذا متسلق. هذا متسلق ما شاء الله. الله دقيقه خليني باخذها منك باليمين. فل جيزاني. الله عليك يا ابو هيثم ما شاء الله تبارك الله. هذا برتقال. هذا عطر الليل. سلام سلام. والزيتون والنخل. الزيتون. يا اخي والله العظيم انت يا ابو هيثم نادر. والله نادر. الجماعه الثانيه المغرب العشاء اوقات يعني. ايوه. يعطي كلمه الشيخ، صلوا برا مشان ما يصير عليكم. برمضان الترويح كانوا يتابعوا هنا. يا اخي ادعوا لها الوجه الطيب والله. ادعوا له. اي والله اللي يستاهل. زارع اللي انتم تشوفون كله. وغالب هالاشجار من الشام. زرعناه من سنه. جبناه من مخرج أربعة. ايوه نقلناه من استراحه وجبناه. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. الله يوفقك يا ابو هيثم. الله يوفقك. فرصه طيبه شوفتك ومعرفتك. هاي يسموها جهنميه. ما شاء الله ما خلى شيء ابو هيثم ما خلى شيء. الله يسعدك يا ابو هيثم. الله يسعدك. الله يسعدك. طيب اشرب يا الغالي. اشرب. انا شربت والله الحين. الله يسعدك. الله يسعدك. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي يلا الولد يعبي. تقول هذه المويه الحيه؟ ها نعم مفلتره وصافيه ومزبوطه. ما في احسن من ايه؟ يعني احسن ما يشرب الواحد من القوارير او أيوة. البرده او الثلجه. عليكم والله بالزير، الزير مفروض في كل بيت. ما شاء الله. حتى الارضيه ثيل لو ينكب شيء الامور زينه. يخضر. هذول مشان قطوات هذول الصحون ينكت عليهم يشربوا. عشان القطوه تشرب. اي. اقول الله يوفقك.